أولا كنرحب بكم في هذه الجهة العزيزة، كنرحب أعضاء الوفد اللي مرافق هذه القافلة واللي جا في إطار يعني دعم وفي إطار شراكة مع وزارة الثقافة والاتصال قطاع الاتصال، تماشيا مع استراتيجية الوزارة في يعني في التنسيق في التواصل في التعريف بالمنجزات وفي مساهمة في إشعاع يعني هذه المناطق الجنوبية ومواكبة الدينامية اللي كتعرفها هذه المنطقة، خاصة مع إطلاق العدد من المشاريع يعني المهيكلة والمشاريع الاستراتيجية بإطلاق نموذج تنموي للأقاليم الجنوبية واللي يعني حاليا كنعيشوا في منطقة كلها أوراش مفتوحة واللي نحن في أمس الحاجة إلى يعني إعلاميين ليساهموا في يعني في مواكبة هذه الدينامية، في مواكبة هذا يعني هذه الثورة وهذا يعني هذا يعني هذا الازدهار اللي الحمد لله نعيشه في هذه الأقاليم، إطلاق يعني مشاريع بقيمة تناهي 77 مليار ديال الدرهم، لا في البنية التحتية، في الطرقات، في الموانئ، في المصانع، يعني في جميع ما يعني ممكن أنه يساهم أنها تكون منطقة منطقة جذب للاستثمارات، منطقة عبور تجاه الدول الإفريقية الشقيقة، فهذا كله مفخرة لنا احنا كمغاربة ويستحق أنكم كإعلاميين تشاركوا فيه وتشاركوا في هذه النهضة كإعلام شريك، كإعلام يعني مواطن، كإعلام اللي يساهم في يعني في كل القضايا اللي كتهم هذه الجهة، وخاصة القضية الأولى، القضية الوطنية الأولى اللي هي قضية الوحدة الترابية للمملكة. نتواجد الآن في عمل الطرفاية المتواجدة بجهة العيون الساقية الحمراء في أول المحطات القافلة الإخاء التي ينظمها نادي الصحافة أولى التيمة بشراكة مع وزارة الاتصال قطاع الاتصال ونادي الصحافة للإعلام والاتصال بالعيون. هذه القافلة اللي كينظمها نادي الصحافة أولى التيمة اللي عرفت الانطلاق ديالها صباح اليوم بمقر ديال الوليد أكادير من طرف والي الجهة، واللي كنراهنوا عليها في التنظيم ديالها أننا نحاولوا أننا نعطيو دفعة قوية للمشروع ديال الجهوي الموسع اللي كيدفع به صاحب الجلالة، وأيضا المساهمة يعني ك ك ك ك كإطارات إعلامية للتعريف بهذه الجهة وبالمنجزات اللي كتعرفها الجهة من خلال المشاريع اللي تحققت في أرض الواقع، ومن خلال الحضور المتميز اللي كتعرفوها الجهة يوما بعد يوم بالحضور ديالها في بالملفات اللي كتنجز فيها. إذا كيف تابعتوا نحن اليوم في استقبال يعني قافلة الإخاء الإعلامية اللي تضم زملاء في هذه المهنة من جهة سوس ماسا ومختلف كذلك جهات المملكة. هذه القافلة تأتي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد، وتأتي كذلك في إطار خلق يعني جسر للتواصل بين الإعلاميين بالأقاليم الجنوبية وباقي زملائهم بجهات المملكة. كذلك كانت الفرصة المناسبة يعني لاطلاع هؤلاء الإعلاميين على الورش التنموي المفتوح اللي أصبحت تعرفه أقاليم الجهة، والتي جعلت منها يعني أعطتها واحد المكانة متميزة على المستوى الوطني وكذلك محيطها الإقليمي عبر هذه الأوراش التنموية المفتوحة. أنتم تعرفوا اليوم أن احنا نتواجدوا بإقليم الطرفاية، هذا إقليم فتي، تعرفوا حديث كعمل يعني ما استطاع فقل من عقد من الزمن انه يخلق مجموعه من الاستثمارات ومن من من انجازات على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى المناطق الصناعيه، على مستوى الميناء، وتعرفوا على انه هذا الاقليم يتوفر على اكبر يعني محطه ديال الطاقه المتجدده والحقول الريحيه في شمال افريقيا.